مرحبا بكم مشاهدينا في ثقافة، نقدمها لكم من مدينة عنابة أقصى شرق الجزائر على هامش فعاليات مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي. غسوف عنوان فيلم للمخرج الليبي ياسين الكيلاني الحطماني. العمل ينافس في المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية للمهرجان. غسوف يتناول قصصا عن مدينة غدامس الأثرية، هذه المدينة التي صنفتها منظمة اليونسكو على لائحتها سنة 86 كأقدم مدن العالم. فلنتابع هذا الإعلان ثم نعود. الصحراء الكبرى هذه قلنا إن مدينة غدامس هي لؤلؤة الصحراء. من ضمن الحاجات اللي استعملها الإنسان استطاع أن يستغل التربة اللي موجودة هنا في صناعة الطوب. بكم من جديد مشاهدينا، كما أرحب بضيفي المخرج الليبي ياسين الكيلاني الحطماني. أهلا وسهلا بك. أهلا بك زميلة سامية وبكل متابعين قناة الجزائر الدولية. ياسين الكيلاني، هذه أول زيارة لك وأول مشاركة في مهرجان بالجزائر، كيف وجدت هذه المشاركة والمنافسة؟ حقيقة هي أول زيارة لجمهورية الجزائر الشعبية. قبل كل شيء نحب نحيي الشعب الجزائري على حفاوة الترحيب اللي أول ما جينا الجزائر لقينا إن شاء الله. فهي أول مشاركة رسمية لفيلم غسوف ولي شخصيا في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي. فحقيقة فرصة كبيرة جدا للتعرف على الأفلام ولنشر الثقافة الليبية والإرث الليبي في مهرجان كبير مثل مهرجان عنابة. ماذا تعني لك هذه المشاركة بصفتك يعني في بدايات هذا المشوار السينمائي؟ وأعتقد أن هذا العمل هو أول عمل وثائقي بالنسبة لك. نعم، حقيقة هي هو أول عمل رسمي يتم توزيعه في المهرجانات الدولية. حقيقة يعني الكثير، وخاصة أن هي المشاركة في الجزائر في هذا المهرجان الكبير، فأعتقد يعني الكثير، وخاصة أنا في بداية مرحلتي الإخراج، ففرصة كبيرة جدا للاستفادة وكذلك لتطوير الأعمال القادمة إن شاء الله. في هذا الفيلم ياسين الكيلاني الحطماني قدمت يعني لوحة بصرية جميلة جدا عن هذه المدينة الأثرية، مدينة غدامس. كيف جاءت فكرة العمل؟ حقيقة الفكرة جاءت من بداية مشاركتي في مسابقة حكاية أثر اللي كان في مملكة البحرين اللي نظمها مركز الإقليمي للتراث العربي، وكانت بتنظيم منظمة اليونسكو. هي حكاية شباب عربي من أجل التراث. فكان لي صدف أن نجحت
وتحصلت على أفضل 5 أفلام في هذا المسابقة، وأعتقد من هناك كانت انطلاقة خاصة مع رأية الأفلام الموجودة هناك في البحرين ونجحت، فقلت يجب أن نطور هذه الأفلام ونشر الثقافة الليبية وخاصة ثقافة مدينتي في المهرجانات العالمية. طيب ماذا أردت أن تقوله للعالم حول هذه المدينة من خلال فيلم غسوف؟ أعتقد ليست رسالة فيلم غسوف فقط، ولكن رسالة على الهوية والثقافة الليبية. مثل ما نعرف أن ليبيا تعاني من ظروف استثنائية في السنوات الأخيرة، الفكرة النمطية لبعض الشعوب أن فكرة سيئة لليبيا بسبب الظروف التي مرت بها. الفكرة أن ليبيا وغدامس يوجد فيها مدن تراث عالمي، يوجد فيها مناطق سياحية جميلة تستحق الزوار وتستحق التطرق لها ونشرها في المحافل العالمية. إلى أي درجة السينما وأيضا الفن عموما في تغيير الصورة النمطية خاصة لهذه الدول التي ربما عانت من أزمات في فترة محددة، لكن كأن هذه التهم ما زالت لصيقة بهذه الدول؟ للأسف الإعلام لا يظهر إلا صورة واحدة للأسف. فأعتقد ليبيا يوجد فيها استقرار في السنوات الأخيرة رغم الظروف التي مرت بها ليبيا، ولكن الصورة النمطية لبعض الناس لليبيا بسبب الحروب أو بسبب الأخبار المنتشرة عن ليبيا، وهذا شيء غير صحيح. حقيقة أن ليبيا تمتلك سياحة كبيرة، تمتلك حضارات وثقافات، وتملك نوع من الاستقرار الذي يجعلها من مصاف الدول المتقدمة حاليا. فأعتقد دور السينما هو إظهار الصورة الحقيقية للشعوب، إظهار القضايا التي تهم الدولة أو تهم الشعب كذلك. واجبي كمخرج أن نظهر الثقافة الجميلة لمدينة غدامس ولليبيا عامة. فأعتقد هو هدف فيلم غسوف هو إظهار مدينة غدامس بالنمط الجميل الذي يمثل التراث والحضارة الليبية لمختلف أرجاء العالم. فأتمنى أن لا يقف في مدينة غدامس بس الفيلم، أتمنى أن أصور العديد من المناطق أو التراث العالمي أو المناطق الجميلة في ليبيا ونشرها للعالم أيضا إن شاء الله. أنت ابن مدينة غدامس، لكن في رحلة إنجاز هذا العمل هل اكتشفت أسرارا جديدة عن هذه المدينة العريقة؟ حقيقة أسرار كبيرة حقيقة لم أكن أعرف على هذه المدينة. وأيضا الشباب من جيلي للأسف في ليبيا لم يعد يهتم بالجانب التراث حقيقة وجانب المدينة القديمة والحضارات القديمة أيضا بسبب التكنولوجيا وتغير الوقت حقيقة. ولكن عندما دخلت كثيرا في مدينة غدامس اكتشفت العديد من القصص، اكتشفت أن كل زاوية في مدينة غدامس أو كل زنقة أو كل بيت لديه قصة جميلة جدا تستحق الوقوف عليها. فالأمانة مدينة غدامس مدينة كبيرة جدا فيها قصص يعني من جميع جوانب الحياة حقيقة. يعني العديد من الأفكار بإذن الله تعالى إن شاء الله راح يتم تطبيقها في الفترة القادمة على مدينة غدامس، إنها تستحق حقيقة ليس فيلم غسوف فقط، تستحق الحقيقة العديد من الأفلام لنشرها للعالم. وهذه الجزئيات المحلية هي التي تصنع الفارق أعتقد خاصة في السينما وحاليا أيضا. هذا الفيلم الذي يشاهده ينتبه لأمر محدد، أنك ركزت كثيرا على المرأة ودور المرأة الليبية في بناء المجتمع والأسرة أيضا الليبية، لماذا هذه الاختيارات الفنية؟ حقيقة العالم الكل يهتم بالمرأة، ولكن المرأة في مدينة غدامس لها دور خاص، خاصة في دورها الكبير في الحفاظ على الموروث الثقافي المادي ولا مادي. خاصة أن المرأة من بداية حياتها في مدينة غدامس هي تساهم في نشأة البيت، في نشأة الأسرة، في تزيين البيت، في الطبخ وغيره. فدور المرأة في مدينة غدامس هو دور استثنائي، خاصة أن من بداية نشأتها تتعلم من الأم وحتى تكبر وتتجوز، تستلم بيت، تزين البيت، تربي الأبناء، تتعلم الأبناء اللهجة المحلية، كذلك زينة البيت والعديد من الأشياء. كأنها هي من تلون تفاصيل الحياة بالنسبة نعم للأسرة. عندما تدخلين البيت الغدام تشاهدين يعني جمالا كبيرا يعني في كل زاوية من النحاس والجمال والزينة والزخرفة. كذلك حركة الأسطح في أعتقد هي ممكن في مدينة غدام تشهر بحركة النساء في الأسطح. أعتقد النساء في مدينة غدام تتحرك في الأسطح فقط.
حركة الأصدقاء في مدينة غرامس وحدها هي ثقافة جميلة جدا بسبب الطراز المعماري في مدينة غرامس الكبير، فيتحركون المرأة الزيارة من الأسفل، التواصل بين الجيران، الهدايا، المعايدات، فالمرأة جميلة جدا. كذلك التجارة النسائية كانت في فوق الأسطح، فيوجد فوق الأسطح يعني تجارة النسوة في مدينة غرامس القديمة. فالمرأة في غرامس جزء كبير من الهوية الثقافية لمدينة غرامس، وجزء لا يتجزأ كده من الثقافة الحالية موجودة في مدينة غرامس ومستمرة حاليا، لأن مثل اللباس الذي أنا ألبسه الآن هو اللباس تم تصميمه يدويا من أيادي نساء غرامس، كذلك البلغة الغرامسية، كذلك السعفيات وغيرها. لحد الآن المرأة الغرامسية تساهم بشكل كبير في الحفاظ على هذه الموروث سابقا وحاليا حتى الآن. جميل جدا ياسين الكيلاني، لكن خلال رحلة تصوير هذا الفيلم وأركز على المرأة، هل واجهتك صعوبات في اختيار النساء أن يتصرفن على طبيعتهن خلال هذا العمل؟ حقيقة واجهت صعوبة كبيرة في موضوع النساء، يعني بسبب يعني صعوبة المجتمع بعض الأحيان عندما ظهور النساء في الأفلام أو في التصوير بشكل عام، ولكن الحمد لله أن حصلت على بعض النساء التي ساهمنا في هذا العمل وشرحت لهم أن دور هذا العمل في نشر الثقافة الغرامسية والحفاظ عليها. أكيد يوجد صعوبة كبيرة في مدينة غرامس، وكذلك يوجد صعوبة أخرى بعض الأهازيج الشعبية وبعض التفاصيل المهمة التي كانت في المدينة القديمة، حاليا في بعض الأحيان لا تجد المعلومة الرسمية مثل من الهزوجة في 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 فرح أو هذاك المكان، فيوجد صعوبات، ولكن هنا مشكلة التوثيق. نعم، يعني مشكل آخر. نعم، لا يوجد للأسف في بعض في الزمان لا يوجد توثيق حقيقي للمرأة في مدينة غرامس، وللأسف حاليا لا توجد معلومة حقيقية خاصة من المرأة، أن يعني هذا الأجيال حاليا لا توجد لا تأخذ معلومات كبيرة في جانب هذا، ولكن الحمد لله يعني سوونا جزء من المرأة، وأعتقد هذا الجزء لا يكفي، فيمكن أن تكون هذه رسالة كبيرة أن نحن نحاول نوثق توثيق أكثر في المرأة الغرامسية، ويكون هذا الفيلم بمثابة البداية من أجل هذا التوثيق. هناك الكثير من السينمائيين يرون أن إنتاج الفيلم وإنجازه يحتاج إلى استقلالية، إلى فكرة المخرج بحد ذاته، هل أنت تؤمن بهذه الرؤية أن تعتمد على نفسك في كل المراحل، أن تكتب، أن تنتج، وحتى بالنسبة للإنتاج ربما لكي لا يتدخل أي أحد بعدها؟ حقيقة أعتقد في مرحلة ما في بداية يمكن، لكن في مرحلة التطوير أنت يجب أن تطور من نفسك، يجب أن تصنع شيئا يتماشى مع المهرجانات العالمية، لأنك تشاهد أفلام بتقنيات عالية، بفن إضاءة عالي، بإنتاج عالي، فأعتقد في مرحلة ما يجب أن تحتاج إلى دعم كبير جدا لتصنع شيء أكبر من صنعته في البداية. فمدينة غرامس حق تحتاج إلى إمكانيات كبيرة جدا من ناحية التصوير ومن ناحية الكاميرات وكذلك من ناحية العدسات الموجودة، لأن مدينة غرامس هي مدينة ضيقة ليس مدينة واسعة، فتحتاج إلى كاميرات خاصة وتحتاج إلى إمكانيات خاصة جدا، وفي بعض الأحيان في ليبيا إمكانيات هذه مكلفة، وفي بعض الأحيان أصلا غير متوفرة. فحقيقة في بعض الأحيان أنا يعني نحتاج إلى تطوير من ذات، لأن نحن وصلنا مرحلة يجب أن نصنع شيء أجمل من اللي صنعناه الآن. هذه المهرجانات بالنسبة لك كشاب تنجز وربما شغوف بهذا الفن، خاصة أنك لم تدرسها أعتقد. نعم، أنا خريج صحافة لكن لم أدرس السينما والإخراج حقيقة. ما أهمية هذه المهرجانات بالنسبة لك في التكوين، في صقل المواهب، وأيضا في اللقاءات مع صناع الفن السابع من مختلف دول العالم، ربما لقاءات يمكن أن يتمخض عنها إنجاز مشروع معين؟ حقيقة الهدف الرئيسي والمهم أن آتي إلى الجزائر أو أقابل في مهرجان عالمي شخصيات كبيرة، وأن أعرض فيلم غصوف، هو فيلم ليبي، يقولون فيلم ليبي وليس فيلم للمخرج ياسين، فهذا هو نشر الهوية الليبية والثقافة الليبية وتغيير النمط الفكري على ليبيا. أعتقد هذا أهم هدف أريد تحقيقه لنشر أن ليبيا بلاد جميلة وتستحق من الكثير حقيقة، وخاصة أنه نشر الثقافة في مهرجانات عالمية، هذه أكبر فرصة يمكن أن يصل إليها مواطن ليبي أو مخرج ليبي في المحافل هذه، ففرصة كبيرة. وأيضا أن الاستفادة من الخبرات الموجودة من المخرجين العالميين الموجودين في المهرجانات، المنتجين كذلك، السيناريت والقصص الموجودة، كذلك أن تشاهد أفلام وتشاهد الكوادر وتشاهد الإضاءة، فالمخرج يأتي للمهرجان ليكتشف وليأخذ أفكار ويتم تطبيقها كذلك في
في مدينته أو في الأفلام القادمة. فهي فرصة كبيرة حقيقة. هذا التعاون والتبادل الثقافي ما بين ليبيا ودول أخرى، وربما أركز على هذه الثنائية الجزائرية الليبية، كيف تراها بالنسبة لكم كشباب أو بالنسبة للحركة الثقافية في الجزائر أو في ليبيا؟ حقيقة موقع مدينة غدامس هو موقع جغرافي مهم، يعني بين الحدود الليبية التونسية الجزائرية، فهو مثلث حدودي. كذلك مدينة غدامس هي مدينة متأثرة بالجزائر، يعني مثل لو نديروا سقطة بسيطة أن مدينة غدامس تشبه مدينة غداية في الجزائر من ناحية الثقافة، من ناحية الطراز المعماري. فالشيء هذا ليس صدفة، يعني بسبب القرب الجغرافي والحدود والقوافل التجارية أيضا. ولو نشاهد مدينة غداية وغدامس ونشاهد مدينة الدرعية في السعودية، فنفس الديزاين ونفس الطراز المعماري، فهذا الشيء ليس صدفة. لكن أنا أتمنى حقيقة أن أعمل فيلم يجمع مدينة غرداية ومدينة غدامس في شتى المجالات، مثلا في الطراز المعماري، وكذلك في الصناعات التقليدية، وكذلك في اللهجة الشعبية التي يتوارثونها. حقيقة لنا أعتقد أن في شبه كبير بين المدينتين. كذلك مدينة غدامس للعلم يعني ساهمت أيضا في الجهاد في الجزائر، خاصة مع يوجد العديد من قصص الجهاد في المجاهدين هنا نتحدث عنه، الذين قدموا الأسلحة مثل الحاج الوحشي الله يرحمه. فأنا سمعته قصة حقيقية يعني في الجهاد في الجزائر. فيمكن أعتقد هذه القصص يمكن أن نركز عليها في الفترة القادمة، يكون عمل مشترك بين الجزائر وليبيا. وحاليا مع هذه المهرجانات تواجدها وأيضا منصات التواصل، ربما سيكون التعاون سهل جدا إن شاء الله. يا ريت. جميلة جدا الفكرة ياسين الكيلاني الحطماني، خاصة يعني مع هذه المهرجانات وأيضا منصات التواصل، فيمكن أن يكون هذا التقارب وأيضا إنجاز المشاريع. أريد أن أتحدث عن نقطة مهمة أيضا، ربما نشاهد ونتابع أعمال درامية ليبية، وهنا أريد أن أسألك عن موضوع الممثلين في ليبيا. هل هناك تكوينات؟ هل هناك ممثلين وهنا في السينما؟ يعني ما دام هناك في الدراما، حقيقة بشكل عام يوجد نقص كبير في موضوع الممثلين، وخاصة عندما أنا أريد أن أمثل على شيء على مدينة غدامس، فأتمنى دائما أن يكون الممثل من داخل هذه المدينة لكي تكون القصة أكثر واقعية وأكثر يعني إحساس الممثل بهذه المدينة أو بالهوية. لما يوجد نقص كبير جدا، فيمكن أحب أن أحيي الأستاذ عبد الباسط هبة، يعني بطل فيلم غصوف، وكذلك المستشار الذي يأتينا دائما بالأفكار، فهو حقيقة وقف معي وقفة جادة كبيرة جدا في هذا الفيلم. بخصوص الممثلين، أسف لا يوجد ممثلين بشكل عام، يوجد صعوبات في اختيارهم أو يوجد يعني عدم جدية في الجانب هذا، بسبب أعتقد لا يوجد يعني حنين نقوله يعني دورات تمثيلية أو يوجد يعني تكوين حقيقي في جانب التمثيلي في ليبيا. فأتمنى أن يتم تطويره في الفترة القادمة من قبل هيئة الخيال والمسرح أو وزارة الثقافة الليبية. طيب كيف ترى واقع السينما الليبية حاليا؟ حاليا نحن في عنابة حاليا يوجد 3 أفلام ليبية، وفي ليبيا يوجد مخرجين شباب ما شاء الله، يعني عندهم أفلام كبيرة مختلفة تتكلم عن القضايا الليبية وكذلك قضايا اجتماعية. في ليبيا السينما يعني الحمد لله يوجد الآن حاليا في بادرة كويسة من شباب ينتجون أفلام، مخرجين. حلقة السينما حلقة كبيرة جدا تحتاج للعديد من المكونات والحلقات الأساسية والضرورية من أجل إنجاح هذه الصناعة. شكرا جزيلا لك المخرج الليبي ياسين الكيلاني الحطماني على تواجدك معنا، وحظ موفق بالنسبة لفيلم غصوف في مسابقة الأفلام الوثائقية. شكرا لك وشكرا لجمهورية الجزائر على الاستقبال، وشكرا لمهرجان عنابة. حقيقة الجزائر باهية، وأنصح الجميع بزيارة الجزائر وزيارة مدينة عنابة الباهية. شكرا لك، كما أشكركم أنتم مشاهدين على كرم المتابعة، إلى اللقاء.